15 كانون الثاني 2018، 100 عام على ولادة جمال عبد الناصر، 100 عام على ولادة رئيس استثنائي لم تحظى شخصية في تاريخ مصر الحديث بقدر من الجدل والاهتمام والاختلاف مثل ما حظيت شخصيته. 100 عام وما زال عبد الناصر زعيما في نظر محبيه، يحظى بجماهيرية غير مسبوقة وشعبية جارفة حتى بين الجيل الذي لم يعاصره، فيما يأخذ عليه منتقدوه ما أشيع حول ديكتاتوريته وقمعه لمعارضيه، وأن كان الطرفان ينسبان إليه صفة النزاهة والبعد عن المحاباة واستغلال النفوذ. 100 عام وما زال جمال عبد الناصر علامة فارقة والحاضر الغائب في ضمير مصر والشعوب العربية بكل إيجابياته وسلبياته. سارت حياة عبد الناصر منذ ولادته عام 1918 في محافظة أسيوط في قلق وعذاب واضطراب. بدأ حياته العسكرية وهو في 19 من عمره، اختار دراسة القانون وتخرج من كلية الحقوق ورقي في المراكز العسكرية حتى منصب مقدم، متنقلا بين السودان ومنطقة العلمين في الصحراء الغربية ومدرسا في الكلية الحربية، قبل أن يؤسس مع زملاء له في كلية أركان الحرب تنظيم الضباط الأحرار الذي نجح في القيام بثورة 52 وإنهاء حكم الملك فاروق وأعلان الجمهورية التي أصبح عبد الناصر رئيسها عام 56 بعد الإطاحة باللواء محمد نجيب والقبض على الكثيرين من المؤيدين له في صفوف الجيش والمدنيين. قبل ذلك كانت محطة المواجهة مع الإخوان المسلمين في تشرين الأول عام 54. بعد أن حاول المغردون أن يعتدوا عليه وعلى حياته، حياتي فداء لكم ودمي فداء لكم، هي كلمته الشهيرة بعد تعرضه لمحاولة اغتيال من أحد أعضاء جماعة الإخوان خلال خطابه في المنشية، حيث أطلقت عليه 8 طلقات دون أن تمسه، وبدأ بعدها بحملة أمنية واسعة ضدهم. طبعت فترة رئاسته لمصر قرارات هامة أبرزها تأميم قناة السويس في تموز من العام 56، ما تسبب في عدوان ثلاثي على مصر لم يدم طويلا شنته بريطانيا وفرنسا وإسرائيل. ونتيجة للمتغيرات السياسية في المنطقة أعلن عبد الناصر الوحدة مع سوريا تحت تسمية الجمهورية العربية المتحدة. وفي هذا اليوم زاره الشهيد كمال جنبلاط في دمشق لتهنئته على رأس وفد يمثل التعددية والتنوع اللبناني، وألقى خطابا تاريخيا أمام عبد الناصر والحشود الشعبية الكثيفة قائلا: إن لا تناقض أو تعاكس بين اللبنانية والفكرة العربية، وسرعان ما انفرط عقد الوحدة وانفصلت الدولتان. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير. هزيمة وتنحي وعودة لخصت عام 67 في حياة عبد الناصر. فبعد فشل القوات المسلحة المصرية في حربها مع إسرائيل والتي انتهت بسيطرة اليهود على شبه جزيرة سيناء، أعلن عبد الناصر مسؤوليته وقرر التنحي قبل أن يعود عن قراره تحت ضغط الجماهير، ليبدأ عام 68 حرب الاستنزاف لاستعادة الأراضي المحتلة. في 28 من أيلول عام 70 أغمض جمال عبد الناصر عينيه بعد توقف قلبه عن الخفقان في ختام القمة العربية الطارئة في القاهرة. هو الذي قال: لقد أعطيت هذه الثورة العربية عمري، وسيبقى لهذه الثورة العربية عمري. وفي رحيله قال صديقه المعلم الشهيد كمال جنبلاط: أيها البطل في الهزيمة، لقد حل الموت من بعدك.